منورنا دلوقتي في غرفة الأهل، الطفل الجميل ساجد ومعايا والدته مدام شيماء. ازيك يا مدام شيماء؟ ازيك يا شيماء، عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ منورانا. انتي أكتر يا قمر. أخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبتي. احنا مبسوطين جدا انتي موجودة معانا ومع ساجد. ساجد مبسوط بيكي قوي. أنا كمان قوي 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 قوي، وهو طفل جميل ودمه خفيف حبيبتي. قوي 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 قوي. طبعا أنا يعني مش هحكي لك على اللي حصل معايا لأن شفتيه بنفسك. أنا عايزة أسمع منك انتي بقى بينك وبينه كده لما كنتوا بتقعدوا لوحدكم، كان بيقول لك إن إيه أكتر أوضة خاف منها؟ لا ما خافش من حاجه، وكان مبسوط جدا. كل الاوض عجبته جدا. احنا عندنا النهارده مجموعه تحديات كتيره هتخشوها مع بعض، انا وهو مش كفريق واحد، كاتنين ضد بعض. أنا وعايزين نشوف مين فيكم كده. انا دبدبني لازم. لا ما هو هنا خلاص بنتجرد من المشاعر. اوكي, أوكي. يا ساتر يا رب على الجبروت. ليه الجبروت ده؟ هو كده. واول هتهزمني؟ هنشوف كده هتخلوه يهزمني. طيب لا انا اللي هزمك على فكره. ده اللي هزمك. اما نشوف. اول تحدي معانا هو تحدي الصور. اوريكي مجموعه صور، حاولي تشرحي اللي موجود جوه الصوره بالكلمات من غير ما تقولي اسم الحاجه، وهنشوف يا ترى ساجد عارفها ولا لا. ماشي؟ ابتدي مع اول صوره. اوصف له هو يعني؟ اوصفي له. بص يا سيجو، اللي في الصوره ده بتقول بيب بيب. الحاجة دي بتقول بيب بيب. بيب بيب أهلي. لا ما بتقولش بيب بيب أهلي. لا هحاول أغلطه وأضيع لكم وقتكم. إيه الحاجة؟ حاولي. عندها أربع عجلات وبتقول عندها بيب بيب. أربع عجلات، العربية أم أربع رجول، عارفها دي؟ اللي بيركبوها اللي زي الصورة دي. ما بعرفش حاجة وليها أربع عجلات وبتقول بيب بيب. حاجة ليها أربع. إيه التوك توك؟ إيه معروف. هو ليه ثلاث عجلات بس في واحدة بتبقى محطوطة ستيب. أنا عرفت عربية. إيه العربية؟ برافو عليك يا ساجد، إجابة صحيحة أهي. عربية. اقعد مكانك، ما تقومش مكانك تاني. عربية. ماشي؟ أيوه أنت اللي نجحتي. أنا اللي هزمت. بس هي اللي نجحتك فعلا. أنا نجحت. أنا شيماء عايزة تلخبطك، خلي بالك. خلي بالك. أنا شيماء عايزة أنجحك، هي عايزة تخليك تغلط. يلا. لا بيخسر. التحدي والصورة الثانية. الصورة الثانية معانا هي بحط فيها فلوس يا سيجو، اللي بحط فيها الفلوس بتاعتي. اسمها ايه؟ محفظة. ايه محفظة؟ إجابة صحيحة، ما لحقتش تغلوش عليه. ما شاء الله. لازم نهزمها. ساجد شاطر قوي النهاردة. كده؟ وريني. يا سيجو هو عارف حاجة بتحط فيها حاجة. لا ينفع اقول بالانجلش؟ يا سيجو اللي بيفتح بقه كبير كده وبيعوم في الميه. ايه السمكه؟ لونه اخضر. السمكه ولا ايه؟ السحلفه لونها اخضر ولا ايه؟ لا بتحاول تغششه. انا مسكت هنا. قفشت. ستوب. سحلفه. خلاص يعني بصي ما غششه، ولكن كان في محاوله. اوعي تفتكري ان انا مش شايفه. يا سيجو اللي بيفتح بقه كبير، اللي كان في سيمبا. اللي كان في سيمبا. ايه؟ كان بيفتح بقه. لا اللي كان بينط على تيمون وبومبا. الحوت اللي كان بينط على تيمون وبومبا. ايه الحوت؟ لا اسكتي. القرش. لا ايه؟ لونه اخضر. لا ايه؟ اقعد بس ما ينفعش تقوم. ايه هو؟ لا مش هتشوف. استني ما تلخبطيهوش. ما ينفعش. ما ينفعش. يا سيجو اللي بقه كبير. لا انا بقى نموت. اللي بقه كبير. ايه هو؟ لو سمحتي يا شيماء اسكتي من فضلك. ده للاسف هو ده دوري في المعركه. انت فكر ما تركزش معايا. انت فكر ما تركزش معايا. فاكر انك لو ركزتي معايا هتحسي انك انت اللي كان بينط عليه تيمون وبومبا وكان بيفتح بقه كبير. مش عارف الاجابه وهتخسر. بقه لونه اخضر. فعلا الوقت خلاص فاضل له ثواني معدوده وهعلن انه لحظه. ده الثواني المعدوده دي انك انت للاسف. لحظه. بومبا. 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 انت بتشوفيني بشعرك ولا ايه؟ مين هو بومبا؟ لا بومبا اجابه غلط والوقت خلص والاجابه هي تمساح. تمساح. والوقت خلص. كنت تقوليني ان هو بيعوم في البحر. ما انا قلت لك اللي بيعوم في البحر. لا قلت لك لونه اخضر وبيفتح بقه كده. معلش هقلك المره دي. معلش ما تركزش معايا، عايزه تخليك تتهزم. ايوه بس خلاص اللي جاي مش هحاول اعمل طيب حاجه. بليز بقى. خلاص. وبعد التحدي الاول انا بقيت صديقتهم وهدعمهم في التحديات الجايه. 1 2 3 انت عمال تعمل ايه في ماما واحنا في الفصل؟ ايه بحبها. بتحبها بتعمل لها ايه؟ بتبوسها؟ اه بوسها تاني كده وريني. اه
بص الوش ده كويس قوي عشان شكلك هتنساه. لان التحدي اللي جاي هو تحدي النيو لوك. هنشوف يا ترى ساجد هيقدر يعمل لمامته نيو لوك ويحط لها ميك اب ويخليها مظبوطه ولا ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عليك يا شيماء. عايزه اقول لك ان ساجد سالته ايه اكتر حاجه نفسك تعملها مع مامتك، قال لي حط لها ميك اب. فانا عايزه احقق له. انت بتهزري صح؟ وبجد؟ ايوه. انت فاكره ايه؟ يا سيجو ساجد ده بيتحط على الوش. يلا يا ساجد بص حبيتك قوي يا شيماء. ده تنقط على وش ماما وبعدين تفرد. اوكي يلا. انت فاهم بتعمل ايه يا سيجو؟ ايوه بالظبط كده كده. ايوه افرد السمنه في الطاسه. حلوه دي ستاتي كلها خلصانه. دي لسه بتتعمل. حسيت تحضير كده. انا اخترت الوظيفه بتاعت ابني. شفتي؟ خلاص؟ اوكي. طمنا عليه وعلى مستقبله فوق العين. يا تخوري. ليه كده؟ يمشي مع اللبس. بتحبيني قوي يا شيماء، بتكسري لي في الالوان الجميله. دي شغلانتي. ايوه. انا مخلصه لها بكل قلبي. واضح. العين الثانيه. ده بقى في الخدود. خد ماما. سيجو هنا. وده دول الرجاجو. شكله بس ده بيحط انت برولا. هو انا حاسه الواد ده يبقى نقاش. الواد ده يبقى نقاش. الروج بقى الروج. بلاش روج يا شيماء. لا ليه؟ اشمعنى انت كل ده على خلينا في الفرن. لا خلاص ما تزعلي. وخدي يا حبيبي احط لك. الولد جالي مكتوب مني بيقول نفسي احط لها ميك اب. بتقعد تقول نفسها ميك اب، نفسي احط لها ميك اب. سيبيه يحقق امنيته. حط لها اللي انت عايزه. اي امنيته. طبعا. هي عملت لك جوز البطل. لا لازم تفرزي شفايفك عشان يعرف يحط عليك كده. يطلع مشقة. شاطر يا سيدي والله العظيم شاطر فعلا. ثانك يو يا سيدي. لا لسه الحواجب ما بحطش انا حواجب. ما هو ده خالص. انا هشيلهم خالص. هو ده الحواجب بالالوان اللي تعالى بقى ارجع مكانك. اقعد بقى جنب بتاعت شيماء. ودلوقتي بعد ما شفت ماما بعد النيو لوك ازاي؟ ده وري ماما شكلها. ماشي. انت الاول هسالك، حاسس ايه احلى حاجه انت عملتها لماما؟ الروج. الروج. الروج الروج اكتر حاجه عجباه. ودلوقتي جت اللحظه الحاسمه اللي هتشوفي نفسك فيها يا مدام شوشو. اتفضلي يا شوشو. تا 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 تا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ انت متاكد ان انت ابني؟ شككتيني في امومتي. طلبها ونالها. طلب يحط لك ميك اب ونالها. قال لك ده احسن خيار. مش ممكن. هو فعلا قلب على خيار. حلو. انا حاسه ان ابنك واخد رشوه من عدو. انت مش عامله فيكي كده. بالظبط. يا روح قلبي يا نهاري. ده احلى ميك اب حطيته في حياتي كلها. نقدر نقول حاجه؟ ايه اكتر حاجه عجباكي؟ يا نهار ابيض. كلميني عن التفاصيل. انت ليه مش راضيه تبصي في المرايه؟ مش عارفه اشوف نفسي. راضيه عني؟ بصي لروحي فجاه. لقيتني. وحشيت فجاه. طيب دلوقتي التحدي اللي عدى ده كانت نتيجته في ايدك. ايوه. فانت اللي بايدك تنجحيه او تخسريه. لا هو مش ابني اصلا. بعد الميك اب ده يخسر؟ يخسر؟ لا مش هخسر. كده يا سيكو تحط لي كتير كده. ومدام مامي شكلها حلو؟ لا ده عنده بعد نظر. عنده نظر. مدام شيماء قررت ان ساجد يخسر، فاحنا مفيش في ايدينا حاجه وساجد هيخسر.